والآن موعد وقفتنا الاقتصادية في نشرة التاسعة. المزيد من التفاصيل والأخبار الاقتصادية ومصطفى ميزار، إليك مصطفى. شكرا ليلى عمر، شكرا محمد عبد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة من شاشة التلفزيون المصري. شهد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة توقيع مذاكرة تفاهم بين مجموعة بنيا وشركة خزنة داتا سنترز ومنطقة المعادي التكنولوجية لإقامة أول مركز بيانات فائق القدرة في مصر. يعد هذا المشروع الذي من المقرر أن يقام على مساحة 40,000 متر مربع بمنطقة المعادي التكنولوجية هو الأول من نوعه من حيث القدرة والمساحة بحجم استثمارات يبلغ قدرها نحو 250 مليون دولار، وذلك لاستهداف أعمال مراكز البيانات واسعة النطاق في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. أعلن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا البدء في تنفيذ مشروع مجمع إنتاج السيليكون في مدينة العلمين الجديدة. وخلال انعقاد الجمعية التأسيسية لشركة العلمين لمنتجات السيليكون، أوضح الملا أن المشروع يعد نموذجا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في إقامة صناعات جديدة لاستغلال الثروات التعدينية باستثمارات وطنية بديلا عن تصدير تلك الثروات في صورتها الخام. أكد تقديم الدعم الكامل واللازم لتنفيذ أولى مراحل المشروع بوتيرة عمل سريعة وتضافر للجهود بين شركاء المشروع من القطاعين الحكومي والخاص. أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، هذا وارتفع رأس المال السوقي بقيمة 29 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.1 تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر إيجيكس 30 بما نسبته 2.37% ليغلق عند مستوى 17642 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة AGX 70 بما نسبته 2.47% ليغلق عند مستوى 3056 نقطة، هذا وقد صعد مؤشر AGX هو الآخر بما نسبته 2.58% ليغلق عند مستوى 4641 نقطة. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط مع انحسار المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة الأمريكية، ليتحول بذلك تركيز السوق على شح المعروض، مما دعم الأسعار بعد تسجيلها هبوطا أسبوعيا على مدى 3 أسابيع متتالية للمرة الأولى منذ نوفمبر. هذا وارتفع خام برنت بنسبة 1.97% ليسجل 76.78 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما نسبته 2.3% ليحقق 72.98 دولار للبرميل. هذا وقد ارتفعت أسعار المازوت عالميا هي الأخرى بما نسبته 2.7% لتصل وتحقق 2.36 دولار للتر، وكذلك صعدت أسعار الغاز الطبيعي بما نسبته 3.37% لتسجل 22 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. كشف البنك المركزي السعودي عن تراجع أصول الاحتياطية الأجنبية للشهر الخامس على التوالي لتصل إلى 1.6 تريليون ريال، أي ما يوازي نحو 430 مليار دولار في نهاية إبريل الماضي، مسجلة أدنى مستوياتها منذ سبتمبر من عام 2010. أظهرت بيانات لوزارة المالية السعودية أن تراجع الإيرادات النفطية بنسبة 3% أدى إلى تحقيق الميزانية عجزا بقيمة 2.9 مليار ريال سعودي خلال الربع الأول من العام الحالي. كان صندوق النقد الدولي قد توقع ألا يتحقق التعادل بين الإيرادات والمصروفات في ميزانية السعودية في هذا العام، إذ كان سعر النفط أقل من 80 دولار للبرميل.
وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة، ونعود لاستكمال ما تبقى في نشرتنا من أخبار مع محمد ولي. شكرا لك مصطفى.